جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في القطيعة التي تحصل بين الإخوة؟ هل من نصيحة لتجنبها؟ جزاكم الله خيرا. القطيعة بين الأقارب محرمة، لأن الأقارب لهم حق على قريب من جملة الحقوق العشرة التي أمر الله بالقيام بها وإعطائها لأصحابه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. الحق الثالث حق الأقارب من هذه الحقوق العشرة. وقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله أصمهم وأعمى أبصارهم. والله جل وعلا يصل من وصل الرحم ويقطع من قطع الرحم، كما في الحديث الصحيح أنه قال للرحم: هل ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت: رضيت. نعم.